أنا شخصيا أفهم من هذه التعاملات في التجارة الثنائية فيما بين الصين والعراق. في الحقيقة جوهر لهذه المعاملات هو تصفية الحساب بيوان شعبي بدلا من عملة صعبة الأخرى. إذا أنا أعتقد أن يعني هذا القرار من البنك المركزي العراقي له مغزى عميق وبعيدة المدى، ذلك لأن هذا الأسلوب لتصفية الحساب يمكن أن يأتي بفوائد لاستمرار تطور التجارة المتبادلة فيما بين الصين والعراق في مدة طويلة من عدة الجوانب. الجانب الأول هو أن هذا الأسلوب لتصفية الحساب يعني يمكن أن يساعد على زيادة الحجم للتجارة الثنائية فيما بين الصين والعراق، وخاصة العراق تشارك الصين في بناء الحزام والطريق، وهذا يعني أن كلا الطرفين سيشهدان تطورا مستمرا ومستداما لتجارتهما الثنائية. وإذا من هذا الجانب أن هذا القرار يمكن أن يأتي بمنافع كبيرة جدا لاستمرار تطور هذه العلاقة التجارية فيما بين البلدين. والجانب الثاني هو أن هذا الأسلوب يمكن أن يساعد كلا الطرفين على التجنب عن الأخطار المالية لتغيرات سعر الصرف. ذلك لأننا في الحقيقة نقوم بالحساب بتصفية الحساب بيوان شعبي، معنى ذلك لسنا بحاجة إلى صرف عملة صعبة الأخرى. وإذا في هذا على هذا السياق لن نكون متأثرين بالتأثيرات السلبية للتغيرات والتذبذبات لسعر الصرف للعملة صعبة في العالم. وهذا الجانب الثاني. والجانب الثالث هو أن هذا الأسلوب يمكن أن يخفض تكاليف الإدارية للمؤسسات الاقتصادية التي تزاول التصدير والاستيراد. وأولا هذا الأسلوب يمكن أن يسهل إجراءات الجمركية، حيث يمكن أن يوفر أيدي العاملة والوقت لإكمال هذه الإجراءات. وثانيا هذا الأسلوب يمكن أن يخفض تكاليف لعملية تصفية الحساب بالذات. إذا هناك بيانات تبين أن تصفية الحساب بيوان شعبي يمكن أن يوفر يعني يوفر تكاليف لعمليات التصدير والاستيراد بنسبة تتراوح فيما بين 3 و5%. إذا أعتقد يعني على هذا الأساس فإن القرار من البنك المركزي العراقي يمكن أن يأتي بفوائد وتسهيلات واقعية لاستمرار تطور العلاقات التجارية المتبادلة بين الصين والعراق. نعم أستاذ، هل تتوقع هناك دولا أخرى في المنطقة سوف تتخذ نفس القرار؟ في الحقيقة يا سليمان، في الحقيقة الآن أصبح هناك أكثر من 70 دولة يطبقون أو يوافقون على تطبيق هذا الأسلوب لتصفية الحساب. إذا أنا مسرور جدا بأن البنك المركزي العراقي اتخذ هذا القرار في وقته ولم يتأخر.